أكد اسمه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله على تزويد القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات والتجهيزات التقنية من أجل أداء واجبها في الدفاع عن الوطن. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه الليلة الماضية لقاعدة لواء الجوية. وأشار سموه في هذا الصدد إلى الدور الهام والحيوي للقوات المسلحة في دعم وتنفيذ أنشطة الهلال الأحمر الإغاثية محليا وخارجيا، وإسهامها بإيجابية وفعالية في العديد من ساحات العمل الإنساني العالمي. كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ارتياحه وسعادته البالغة بما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من تميز واستعداد، وما يتحلى به شباب الوطن من عزيمة صادقة على البذل والعطاء وكفاءة عالية وإرادة قوية في التعامل مع أحدث التقنيات وعلوم العصر العسكرية، مؤكدا سموه ثقته الراسخة في شباب الوطن وقدرتهم على مواكبة تطورات تقنيات السلاح واكتسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.